طيب الموسوعة اليهودية مرجع محترم جدا، لو الأكاديميون يهتمون به، يتحدث بأن هناك فاران في سيناء، هذا ما عندي إشكال معه، لكن يتحدث أن ما جاء في سفر التثنية وما جاء في سفر حبقوق النبي، دائما المفسرين كانوا يربطون بينهما ويعتبرونهما مكملان لبعضهما البعض، يقول ما جاء في هذين السفرين هذا لا يمكن أن يكون في سيناء، هذا في موضع آخر غير سيناء. طيب الموسوعة اليهودية مرجع محترم جدا، لو الأكاديميون يهتمون به. الأكاديميون يهتمون به ليه؟ لأنه مرجع مهم، يعني اللي حيقولوا الموسوعة اليهودية ده مفروض، يعني إذا كلامك أنت تسكت بعد كده ما تتكلمش خالص. طيب سؤال بداية، هل ورد في الموسوعة اليهودية أن المكان الذي تلألأ منه القدوس هو في مكة؟ لا وجود لهذا الكلام في الموسوعة، أنا لسه ما دخلت الموضوع دي أسئلة، بس لا وجود لهذا الكلام في الموسوعة التي قدمها الشيخ. ولكن المفاجأة الضخمة، لا كتير بصراحة، كبيرة أوي، أن الشيخ منقذ وضع مرجع قنبلة أمامه انفجرت في وجهه دون أن يقرأ ودون أن يعلم ما في هذه الموسوعة. هذه الموسوعة اليهودية التي قدمها الشيخ منقذ، هو واضح هتلاحظوا علامة على رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، بس كمان ملون رقم ثلاثة تحت كلمة، كله تحت كلمة فاران. خلينا نشوف كده مع بعض، أدي عامل هنا علامة واحد واثنين وثلاثة، وعامل هنا تظليل للمرجع أمامه. نشوف ثلاثة أول اللي هو مظللة دي، ونترك القنبلتين بعد قليل، مع أن الثلاثة هم قنابل يعني، بس خلينا يعني واحدة واحدة كده، وأنا أكبر لكم الجزء الأول. هذه الموسوعة اليهودية تحت كلمة فاران، المكان اللي جابه الشيخ منقذ، وهنروح هنا لثلاثة، هو هنا راح عاملة مظللة، نكبر الكلام ده ونروح نحط هنا ثلاثة، سلسلة الجبال أو الجبال أشرق يهوى من جبل فاران، تسمية 33-2، والقدوس أتى من جبل فاران حبقوق. قد تكون هذه السلسلة الجبلية أو الجبال متطابقة مع الجبال المحيطة بوادي العرب، هو شاف وادي العرب قال لك ممكن ألفك في الحتة دي. طيب هو فين وادي العرب؟ فين وادي العرب ده في الكتاب المقدس؟ أهو عاموس 6-14، لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل يقول الرب إله الجنود أمة فيضايقونكم، من مدخل حماة إلى وادي العربة، يعني من شمالكم لجنوبكم. نروح لويليام مارش يقول لك مدخل حماة هو الطرف الشمالي، وادي العربة هو الطرف الجنوبي بين مؤاب وأدوم أي بحر العربة. انظر ملوك 2 ملوك الثاني 14 وانظر إشعياء. نروح لملوك الثاني 14 بيقول لك ملك يا ربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العرب، يعني دي أماكن في منطقة بني إسرائيل. إشعياء لذلك الثروة التي اكتسبوها وذخائرهم يحملونها عبر وادي الصفصاف لأن الصراخ قد أحاط بتخم مؤاب. وادي الصفصاف هو ربما اسم آخر للمكان، لكن هو جاء هنا تخم مؤاب، يعني المنطقة فوق في الشمال. طيب إذن بداية الموسوعة اليهودية حددت جغرافية المكان بوادي العربة، وشفنا القرائن من الكتاب المقدس، يعني طريقة التزوير عندك بائسة، أي كلمة عرب 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 إسماعيليين يروح على طول يوديها لمكة، مش كده العلم يا دكتور منقذ، العلم لازم يبحث بطريقة أشرف من كده بكتير. طيب إذن لا علاقة للمكان اللي قدامنا، لا سمعنا كلمة مكة ولا سمعنا كلمة زمزم ولا شيء من هذا القبيل. طيب إيه هي القنبلة دي الأولى؟ نذهب بعدها لعامل هو رقم 2 و3، نقرأ ونشوف، وخلوا بالكم ده تحت كله تحت كلمة فاران، تحت كلمة فاران. طيب إحنا نمشي لرقم 2، رقم 2 بيقول إيه؟ محل قرب الحدود الجنوبية لكنعان بين إسرائيل وأدوم، يعني في الشمال فوق في سيناء، كرر موسى الشريعة للإسرائيليين بين أدوم
بين أدوم وسيناء على الجهة الشرقية. كرر موسى الشريعة الإسرائيليين بين فاران وتوفل، وتوقف هدد الأدومي في فاران عندما فر من سليمان إلى مصر. إيه ده؟ يعني المكان ده اللي بيتكلم عنه الموسوعة اليهودية اللي جايبة الشيخ منقذ، بيتكلم عن مكان ما بين إسرائيل ومصر. لما هدد الأدومي كان زاهد من سليمان فر إلى مصر، مدينة هنا إيه؟ بيقول لك ارجع للملوك الأول الأصحاح 11-18. طيب إحنا نرجع، يعني هل تصدق أن الشيخ منقذ بيستشهد بمرجع ضده وواضعه هو مش عارف أنه بيكشف نفسه بشكل مهم؟ هي دي الأكاديمية اللي صدع بيها رؤوس الناس اللي يعني بيتبعوه. المصيبة أنت من أتيت بهذا المرجع. على كل شكرا لما قمت به. خلينا أضع لكم هنا، نروح لملوك الأول. هذه ملوك الأول، أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر، وكان هدد غلاما صغيرا وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران، وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر، إلى فرعون ملك مصر. يا يعني الكلام اللي جايبه الشيخ منقذ ضده. طيب دول القنبلتين السابقتين حطوا فاران بعيد جدا عن مكة. طيب والثالثة؟ الثالثة دي بصراحة يعني ضربة قاضية جدا للشيخ منقذ، ضربة مش سهلة. من فين؟ من الموسوعة اليهودية، المرجع الأكاديمي اللي هو بيستشهد به. آدي قدامكم رقم واحد تحت فاران من الصفحة اللي معلم عليها. الغريبة إنه معلم عليها، حاطط علامة على واحد. طيب نقرأ. الصحراء المقابلة لبادية التيه الحالية يحدها من الشمال جبل المكرة ومن الجنوب مستجمعات المياه باتجاه شبه جزيرة سيناء، ده رقم واحد، ومن الشرق جبال وادي العرب اللي ذكرناه من شوية، ومن فوق ومن الغرب وادي العريش. طيب الضربة القاضية ايه في وادي العريش؟ في الموسوعة اليهودية يقال أن إسماعيل قد استقر هنا بعد انفصاله عن إبراهيم، تكوين 21-21 اللي شرب من البير اللي احنا قريناه من شوية. أنت نسفت بالموسوعة اليهودية كل اللف والدوران بتاعك علشان تخلي فاران اللي تربى فيها إسماعيل في مكة، والآن تضع الموسوعة اليهودية كحجة في المناظر، وهي الدليل الذي حينما فتحناه نسفت به. هذه الفاران التي تربى فيها إسماعيل بعد انفصاله من إبراهيم هي في سيناء جنب العريش، وطبيعي تروح لبلدها، مش تروح مسافة لبلاد لا تعرف لغتهم لا عاداتهم للمسافة الطويلة. هذه الجزئية المهمة في هذا المرجع، خلينا نشوفها عن نفس البرية التي تربى فيها إسماعيل. إذا أمامكم هنا لسه في حتة تحت أنا مش ما حاططهاش، يعني في المرجع ده بيقول لنا إيه هنا بقى؟ بص كده معايا، ذهب الإسرائيليون هناك بعد مغادرة أراضي سيناء، وذهب الجواسيس من هناك إلى كنعان، وذهب داود إلى فاران، داود النبي راح مكة بعد أن صنع السلام مع شاول. طيب هو هنا مدينا سفر العدد، سفر العدد خلينا نشوف إيه الموجود. سفر العدد 10-12 الأحمر دي 12-16 ده أنا حطيتها علشان مرتبطة بفاران، لكن عدد 10-12 و13 من 1-3 ده في المرجع اللي انت جايبه. فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سين فحلت السحابة في برية فاران. شوف الأمانة أنا بقول لك إيه؟ أهو بقول لك الأحمر ده حطيته أنا الشاهد ده. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. وهنا فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب. يعني برية فاران كانت وكأنها مركز لبني إسرائيل وهم في برية سيناء. هذه هي والسيناء والجزء الشمالي المتاخم لشرق البحر الميت. هذه ودي طبعا في آخر سنتين. هذه هي الموسوعة اليهودية التي نسفت أنت بها موضوع المناظرة، فأنت تقدم مرجع ضدك. Why the fuck you lying? Why you always lying?
fucking lying, always lying to me. Why? You lying so much. Why? You making it hard for me. Yeah. Every time you tell me something, I figure that you're lying. Ooh, it's almost like you faking. Oh yeah. Yeah, I know you're lying, but you sound excited. And you know that I know that you're lying. طيب فين التزوير؟ التزوير أنه لا يقرأ من التثنية 33. لا يقرأ، لم يأتي بكلام آدم كلارك من التثنية 33، بل يقرأ من سفر التثنية 1. لماذا؟ ستعرفون بعد قليل. ولكن الآن إليكم الأدلة. آدي نروح لآدم كلارك وأكبر لكم كذا الجزئية اللي كان بيقراها الشيخ منقذ عن فاران. هاي فاران. طيب الكلام ده فين؟ الكلام ده أهو قدامكم في التثنية 1. تثنية 1، إيه ده يا شيخ منقذ؟ طيب خلينا نقرأ هنا آدم كلارك بيقول إيه. فاران لا يمكن أن تكون فاران المتاخمة للبحر الأحمر وليس بعيدا عن جبل حوريب، لأن المكان المذكور هنا بيتكلم عن تثنية 1 يقع على حدود أرض الموعد على مسافة شاسعة من الأولى. طيب ليه الشيخ منقذ قام بالتزوير؟ لسببين. الأول لأن موضوع المناظرة عن فاران التي تلألأ منها القدوس وهي في تثنية 33. طيب يبقى السؤال ليه ما جابش من تثنية 33؟ هذا هو السبب الثاني، لأن آدم كلارك سينسفه تماما هناك كما سترى، فاضطر إلى تحريف الشاهد. بدل من تثنية 1 حط للمشاهدين بدون خجل، يعني هو بيعمل كده بدون خجل وكأنه الناس خلاص حيتوه عليهم الأمر. زوروا إلى 33، لأن آدم كلارك يتكلم عن مسافة بين فاران وأخرى. إذن فاران الأولى عند كلارك من المرجع اللي جابه الشيخ منقذ واللي مزوره، ها هي جوار أرض الموعد، يعني لا أمل له فيها أن تكون في مكة. طيب السؤال الآن، ماذا عن آدم كلارك في تثنية 33؟ إيه اللي في تثنية 33 جعل الشيخ منقذ يهرب منه ويقوم بكل هذا التزوير؟ نذهب لآدم كلارك في تثنية 33 وهو موضوع المناظرة، يتلألأ القدوس على جبل فاران، تثنية 33 ده موضوع المناظرة يا شيخ منقذ. ليه هربت منه من آدم كلارك؟ ليه زورت وقلت انت بتقرا من 33 وانت بتقرا من 1؟ فضيحه بصراحه، هي المفاجاه الصادمه لكم احباء المشاهدين. نروح لاستثنية اهي قدامكم، اكبر لكم عشان تكونوا معي. تثنية 33، ماذا يقول هنا المرجع؟ اسمع، هذه الاماكن الاربعه، ده مين اللي بيقول؟ ادم كلارك. سيناء، سعير، فاران، ومريبة قادش التي ذكرها موسى في النص هي الأماكن المتطابقة التي أظهر فيها الله مجده في مظهر الناري، وهو الأكثر شهرة في إعلان عناية الخاصة ورعايته بإسرائيل. يعني لما تلألأ على جبل فاران ده من ضمن عنايته بمين؟ بإسرائيل. فأنت عايز الشيخ منقذ يروح هناك ل 33؟ لا، هو يزور.